وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم. أستاذ حسان، بداية، بدأت اليوم العقوبات الأمريكية على إيران في مرحلتها الثانية، كيف ترون آثار العقوبات على الاقتصاد الإيراني في ظل الحراك الشعبي في الشارع الإيراني؟ لابد أن يكون لهذه العقوبات من تأثير كبير على الواقع الاقتصادي الإيراني. بالتأكيد النظام الإيراني في حالة إرباك، فهو يعد الناس بأن إيران سوف تكون صامدة وقادرة على مواجهة العقوبات، وفي نفس الوقت يعبر عن استعداده للحوار، حيث أعلن روحاني عن استعداده لمقابلة ترامب، كما أن ظريف لمح على إمكانية إعادة التفاهم حول المشروع النووي الإيراني. إلى جانب ذلك، إيران تقوم بمناورات عسكرية ضخمة، ورئيس الحرس الثوري نائب الرئيس الثوري يهدد القوات الأمريكية، وسليماني يهدد الولايات المتحدة الأمريكية. فهناك إرباك واضح في السياسة الإيرانية، لكن كل هذه العبارات وكل هذه التصريحات هدفها جمع شمل الشعب الإيراني حول قيادته على أن هناك عدوا خارجيا يجب أن نقف بوجهه، لإبعاد النظر عن الواقع الاقتصادي الصعب الذي عليه مواجهته في الداخل الإيراني. برأيكم، يعني ما ستؤول إليه الأوضاع بعد الصدمة الاقتصادية التي ستحدثها العقوبات، هل من الممكن أن تؤدي إلى تغيير النظام في إيران؟ الولايات المتحدة أعلنت مرارا أنها لا تسعى لتغيير النظام في إيران، ولكنها تريد تغيير سلوكه، ولكن تأثير هذه العقوبات وشدة هذه العقوبات، وخاصة بعزل إيران عن نظام سويفت المالي الدولي، سوف يترك آثارا سلبية في الداخل، وسوف يزيد من الشرخ ما بين المواطن والنظام، وسوف يشعر المواطن الإيراني أن السياسة الخارجية الإيرانية، سياسة النظام الإيراني، تؤثر سلبا على واقعه في الداخل. كما أن الولايات المتحدة قامت بنشر أرقام الأموال التي تنفقها إيران على مجموعاتها خارج إيران، وعلى الأنظمة التي تؤيدها إيران كالنظام السوري والمجموعات المسلحة في اليمن ولبنان والآخره، مما يعني أن المواطن الآن أصبح يرى بوضوح حجم تبديد الأموال الإيرانية في الخارج، في حين أنه يفتقد لأدنى مقومات الحياة ولكل ما يحتاج إليه في الداخل الإيراني. فبالتأكيد هناك تأثير سلبي على الواقع الداخلي في إيران، والنظام الإيراني سوف يكون في مواجهة مع جمهور المواطنين الإيرانيين. بالتأكيد إن لم يكن المرجو من هذه العقوبات هو تغيير النظام في إيران، يعني هل يمكننا القول أنه فقط لتقليم أظافر إيران الخارجية في المنطقة، وهل ستتمكن من ذلك أم لا؟ الهدف هو إضعاف الوجود الإيراني في الخارج، لكن مجرد تراجع النظام الإيراني عن ممارسة السياسة الخارجية عينها سوف يترك آثارا سلبية في الداخل أيضا. سوف يقوم الشعب الإيراني ليحاسب نظامه لماذا بدد كل هذه الثروة في الخارج، في حين أنه عجز عن الاستثمار فيها ورضخ للشروط الأمريكية وانسحب من الدول التي يشارك فيها إلى الداخل الإيراني. واليوم صدر تصريح يفيد بأن إيران مستعدة للانسحاب من سوريا، لكن بعد حين، مما يعني أن إيران بدأت تشعر بضغوط العقوبات الأمريكية عليها، وبالتالي هي تحاول أن تقدم رسالة إيجابية، وهذا بالتأكيد سيترك آثارا سلبية في الداخل الإيراني. روسيا وعدت بمساعدة إيران على بيع نفطها، كيف ترون هذه الخطوة على العقوبات الأمريكية، وما توقعكم أن الرد الأمريكي كيف ستتوقعون الرد الأمريكي؟ هذا تصريح إعلامي أكثر منه عملي، لأن روسيا دولة منتجة للنفط، وروسيا نفسها تعاني من عقوبات أوروبية وأمريكية، وهي بحاجة لموارد مالية ضخمة، وهي تزيد من إنتاجها لتغطية ما يفتقده السوق النفطي من النفط الإيراني. فالوعد الروسي لإيران هو مجرد وعد، ولا أظنه سوف يأخذ طريقه إلى التطبيق، لأن روسيا بحاجة للنقد الخارجي والنقد الصعب بالدولار واليورو لإنقاذ اقتصادها وتغطية نفقاتها الضخمة. فالوعد الروسي ليس جديا على ما أظن. أخيرا، إلى أي مدى ترون أن العقوبات الأمريكية فرغت من مضمونها رغم تهديدات الإدارة الأمريكية، لا سيما بعد الموقف الأوروبي من العقوبات؟
اليوم أشار الأمريكيون إلى أن إيران فقدت منذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي حوالي ملياري دولار، مما يعني هذا قبل إنزال العقوبات وتطبيقها، مما يعني أن علينا أن ننتظر قليلا حتى نرى تأثير العقوبات ومفعولها على الواقع الاقتصادي الإيراني والدور الإيراني خارج إيران، ماذا سيكون التأثير عليه إضافة إلى الانعكاس على الداخل الإيراني. من المبكر الآن الحديث عن نتائج هذه العقوبات، لابد من انتظار بعض الوقت ومشاهدة أو مراقبة التداعيات والنتائج التي قد تتعرض لها إيران نتيجة هذه العقوبات، خاصة مع وقف إيران عن نظام سويفت المالي الدولي الذي يسهل لها تحويل الأموال عبر المصارف. هذا الجانب الأمريكي، لكن على الجانب الإيراني حسن روحاني يقول سنصدر النفط رغم الولايات المتحدة الأمريكية، من أين أتى بهذه القوة؟ أيضا نائب قائد حرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي يقول أن بإمكاننا إبادة المصالح الأمريكية الأساسية العسكرية في المنطقة خلال أقل من 12 دقيقة، كيف تعلقون على هذا الأمر؟ هذه التصريحات الإيرانية ليست بالجديدة، هي دائما تصريحات عالية النبرة وتحمل في طياتها تهديدات أكثر من حجم إيران وقدراتها العسكرية. ما تقوم به إيران بهذه التصريحات هو لجمع الشعب الإيراني حولها ولإظهار نفسها أمام جمهورها وأمام مؤيديها في الخارج أنها قوية وقادرة وأنها لا تتخلى عن حلفائها، لكن واقع الأمر أنها لن تستطيع مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية لا اقتصاديا ولا عسكريا. نعم، من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القط، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.